الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. سير اسيدي. السلام عليكم. تهبين غجواني ساكن في ولاد عمر الجمعيه لحد البراديه. تنطلبوا من هاد الناس يدوز لينا رواد البحار ما يدوز لينا السانتي. والله يجازيكم. وهاد الصفايات هي راه عامره وشخ وعامره خنز وتهرسوا فيها عباد الله. والله يرحم الوالدين لما عاونونا المسؤولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخ خلوق مولودي أحد ساكنة هذه الدوار اللي هو الاسم ديالو ولاد عمر، كيتابع لواحد الجماعة اللي هي جماعة حد البرادية. المهم واحد المشروع استثماري ديال الدواوير اللي تصرفت الميزانية ديالو في مع هاد الانتخابات، وهاد الميزانية تصرفت على حساب الدواوير كاملين ديال الجماعة، والاعمار قائمه حاليا ديال المقاولين تحفروا في الويدان الحار ديال الدوار الاخرين. وعندنا حنا استثناء ديال هذا الدوار هذا، والعوض باش يسبقوا البنيه التحتيه بغا يدوزوا لينا واحد الشانتيه هنايا من وسط الدوار. اذا راه من غير المعقول اننا نسبقوا الشانطي قبل الواد الحار، هذه راه غير منطقيه ولا يقبلها العقل. حنا عندنا ضرر، الساكنه هنا عندها ضرر كيتمثل في المعاناه ديال الساكنه من حيث الواد الحار. يعني الناس راه اشنو كيديروا؟ كيديروا الحفاري وكيعمروا دوك الحفاري حسبكم الماء ديال الواد الحار، وكيعقبوا تيخويوهم. والمشكل هو ان هاد الفرصه المائيه يعني هنا غير ديال ما يسمى بالترضاعه ديال الفلاحه. يعني ما عندناش واحد لانافرياتيك اللي لانافرياتيك ديال الصخور، راه خاصها واحد يعني خاصها واحد الحفر اللي هو ديال مترات ومترات باش نوصلوا لواحد الفرصه اللي هي الصخور. عندنا هنا ما يسمى بالترضاع، وبالتالي هنايا الفرصه المائيه هي قريبه شويه لسطح الارض، وكتضرر من هاد الحفرات هادو ديال الترضاع. هاد الحفرات هادو اللي كيديروا الناس اللي ساكنين هنايا، هذا من جهه. يعني خلاصه القول هو ان هاد الدوار خاصو يكون مي لا يتم استثناؤه عن باقي الدواوير الاخرى، لان كاينه في الجماعه كاينه ولاد غالم ولاد مسعود ولاد احمد ولاد علي والعجانه ولاد دريس والهلال ما وهلسوس، كلهم حاليا الاشغال قائمه في ذوك الدواوير تحفروا لهم في الواد الحار. بغينا نعرفوا جواب مقنع من الناس المسؤولين، ما غاديش نذكر اسماء، علاش هذا الاستثناء ديال الدوار ديال ولاد عمر عن باقي الدواوير. والغريب في الامر، الغريب في الامر ايها الساده، هو انه غادي يدوزوا دابا واحد الشانطي من هنايا من وسط الدوار قبل الواد الحار. يعني هذيك الاموال اللي غتصرف على هذا الشانطي هذا من بعد فاش غادي تكون مثلا واحد المجلس اخر انتخابي او غادي يكون مسؤول اخر غادي نبغيو نقادوا الواد الحار ديالنا، راه ما يمكنش ما يتقاش الواد الحار، لان الدواوير الاخرين كلهم تتقاد حاليا من الواد الحار. يعني هذا الشانطي هذا غنعاودوا نحفروه. يعني كاين بحال نقولوا كاين تضييع ديال المال العام، تضييع ديال المال العام. هذا من جهه. من جهه اخرى هو اننا حصل لنا الشرف اننا يعني جالسنا السيد الرئيس وخبرنا بان راه فعلا راه مخصصه واحد الميزانيه للواد الحار ديال ولاد عمر. وهاد الميزانيه هاد المقاول بحال ما غاديش يبدا دابا، غادي من بعد. هاد كلمه من بعد يعني مجهوله. انت تالين خلي الصام، بغينا السانطي يدوز. خلاصة القول السانطي ما بغيناش يدوز، بغينا الواد الحار قبل السانطي، بغينا الواد الحار قبل السانطي. عندنا مشكل اخر ديال واحد 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 المجرى اللي تنسميوه بين قوسين الصفايا. هاد الصفايا هادي من بديت نعرف انا ولد الدوار زياده وخلق ولد الدوار، من نهار بديت نعرف وكنشوف الصفايا كاينه. يعني هاد الصفايا هادي خالقه واحد المشكل الساكنه، من حتاش الى جا ضيف وما عارفش الطريق كيطيح. شحال من واحد تهرس هنايا، شحال من واحد يعني تخسر له وجهه. الاطفال الصغار ديما طايحين هنايا في الصفايا، ديما مجروحين. وراكم شفتوا الاخوان، راه صوروا شفتوا الحاله كيفاش دايره، يعني بدون تعليق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.